240 نحكي على السلف ابتداء. السلف في حالة أنه هو كان إنفاق حكومي وفق الأطر القانونية ولكن ما مبوب بقوانين الموازنة السابقة، يعني مثلا أنا سلفت محافظة البصرة خارج قانون الموازنة، لأن قانون إدارة الدولة يسمح المالية يسمح بالتسليف. إذا كان الإنفاق حكومي وضمن الضوابط وما بي أي مشكلة، ولكن بخلاف على التبويب من قوانين الموازنة السابقة وعدم إقرار قانون الموازنة وأكو اضطرار بالتسليف على الإنفاق والإنفاق كان في محله أو بأطر القانونية، فماكو أي ضير من إطفاء. يعني هي مو إطفاء المبالغ وإنما إطفاء المخالفة اللي تم بها التسليف وإنهاء باب التسليف بالمقاصة. هذا الموضوع أعتقد فني، ولكن أنا أعتقد أنه وزير المالية هو اللي أراد هذا أعتقد، ولا ما عندي معلومة. مع الحكم أنه الحسابات الختامية ما يقدرون يصدروها لكل موازنة سابقة إلا بإضفاء السلف، يعني أكو مجبورية لهذا الموضوع. تقول لي هذا مر بدون فساد، أكيد بيه جزء فساد 100%، بيه خدمة لمصالح 100%، هذا حتى نكون شفافين، يعني أكيد أكو بيه فساد، يعني هو الإنفاق العام بصورة عامة وبيه فساد، فالتسليف يعني هم أكيد بيه فساد، يعني فالموضوع مسلم له. هذا جانب. الجانب الثاني موضوع الدولار. شوف الدولار الفرق اللي موجود بين السوق الموازي وبين سعر البنك المركزي العراقي، أعتقد المفروض البنك المركزي يساعد على هذه الفروقات، لأن أصبح الفرق جسيم صراحة. يعني كل مليون دولار أكو فرق 100,000 دولار ربح بشكل يومي، وهذا الربح دا يتحقق من خلال السوق الموازي. البنك المركزي يوميا دا يبيع لا يقل عن 200 مليون دولار، يعني أكو فارق بين السعر الرسمي وبين اللي يبيع البنك المركزي لا يقل عن 20 مليون دولار. هذه إذا تذهب لأشخاص، البنك المركزي العراقي يتحمل المسؤولية أشخاص كاملة. أصحاب مصارف تقصد؟ ها؟ أكيد طبعا أصحاب مصارف 100%، تجار ذولا اللي هم ما قدرت لا الحكومة ولا البنك المركزي يعالج هاي المشكلة. ليش؟ جئنا بالعلاقة البنك الأساسي المركزي غير. جزء منها ويتحمل المسؤولية بالكامل بالتواطؤ والسكوت. تغيير محافظ البنك المركزي شنو الفائدة من عندك؟ والله أنا يعني أعتقد هو المحافظ البنك المركزي يتحمل المسؤولية الكبرى بصورة شخصية، لأن المصارف اللي انطاها هي الرخص بوجوده بالفترة السابقة هي صاحبة المشكلة، اللي أكثر من 30 مصرف إسلامي وأكثر من 1700 صيرفة اللي منحها بوجوده، وكان أداء في الحقبة السابقة هو أداء غير محمود، لأن السياسة النقدية بالعراق غادرت الأنظمة المصرفية وذهبت إلى أنظمة الصيرفة.